على الساحة الفلسطينية طبعا أكاديمية لا يصف فيها أي شيء غيرها. وبالتالي نبدأ في مداخلاتنا بأستاذ طلال عوكة في موضوعه طبيعة النظام السياسي الذي تطور في قطاع غزة بعد الانقسام. فنترك له المجال. مساء الخير. أنا استمتعت طبعا وأنا أسمع مداخلة الدكتور خالد، وهو متابع جيد وعميق ومفيد كتابة وقولا، لكن يعني النصائح التي استظهرها من خلال مقالات الدكتور أحمد يوسف أو بعد ذلك في الخلاصة تعني أنه حماس ينبغي أن تختفي. يعني حماس تصير مش حماس، طبعا هو حماس وغير حماس مش قادرين يتحملوا منا نصائح أقل بكثير. وواحد من مميزات الحركة السياسية الفلسطينية أن عمق الفصائلية بعمق عشائرية المجتمع الفلسطيني، وكل فصيل غير مستعد لأن يسمع للآخر أو أن يسمع أي نصيحة بشأن وضعه الداخلي. ربما كان ينقص هذا المؤتمر على مدار يومين البحث أين يقودنا الوضع القائم. هو الوضع القائم كان يعني بعد الأحداث التي جرت مؤخرا في قطاع غزة والعلاقة بين حماس وفتح ومجلس التشريعي وسحب الثقة أو الشرعية من الحكومة ولاحقا الحديث عن سحب الثقة والشرعية من الرئيس والتفجيرات وإلى آخره، ترجع نفوتنا إلى حالة مرة أخرى كنا نتمنى أن نكون غادرناها منذ أن تم توقيع اتفاق المصالحة الأخير، بمعنى بداية تخلي حماس عن الحكومة ولكنها لم تتخلى عن الحكم حتى الآن، وهذه هي القضية. يعني أرجو من إخواننا في الضفة أنهم يتابعوا معنا التحولات اللي جاري في غزة، هي تحولات فوقية، تحولات عبر التخلي عن الحكومة، ولكن الحكم بنسبة 99% هي حركة حماس. وبالتالي هذه الصعوبة كبيرة تتطلب فعلا تحولات جذرية عميقة في داخل الفصائل الفلسطينية وابتداء من حركة حماس. مشكلة أخرى من المشكلات اللي بنعانيها نحن كسياسة فلسطينية نأخذ القرار المناسب في الوقت غير المناسب. يعني الآن لو جرى الأخذ بكل اقتراحات الدكتور أحمد يوسف، وهي ليست المرة الأولى التي قدم فيها مواقف، يعني قدمنا وسنقدم خسائر باهظة جدا لأن القرار يتخذ بغير وقته، يتخذ والسيف على رقابنا مضطرون. والمصالحة كانت من هذا النوع، أنها مصالحة الضرورة وليست مصالحة القناعة، لذلك هي متعذرة. على كل حال يعني نعود إلى العنوان الرئيسي وتأسيسا لهذا العنوان. أريد أن أذكر بالتالي، طبعا ليس مستهجنا، بالعكس المستهجن هو أن أي حزب سياسي وفصائلنا رغم أنها يعني تعمل تحت عنوان التحرر الوطني ولكن طبيعتها حزب سياسي. لو هنا سلطة، لو صارت دولة، فموضوع السلطة أحد أبرز بل أبرز شروط الحزب السياسي اللي بيخليها تختلف عن الجماعات الضغط والمؤسسات الخيرية وما إلى ذلك. وبالتالي يعني أمر طبيعي أن يسعى كل حزب سياسي لاستلام السلطة ويعني تكييف السلطة والبرنامج، ولكن المشكلة عادة تكون أين وكيف ومتى وما هي معادلة الربح والخسارة في هذا الموضوع. وبالتالي يعني الحديث عن السلطة وحماس والانقلاب وإلى آخره لا ينطلق من واقع إدارة الفكرة، يعني هذا في استلام السلطة، وإنما
يعني كيف ومتى وما هو الثمن وما هي النتائج. النقطة الثانية أنه حركة حماس جزء من حركة الإخوان المسلمين، وحتى الآن هي ذرة تاج حركة أو جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي لم تتخلى ولا بالعكس، يعني هناك تأكيد على أن الحركة جزء أساسي من جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي ما تعاني منه الجماعة وما ينطبق عليها فيما يتعلق بموقف الإسلام السياسي من الدولة القومية ينطبق على حركة حماس. لذلك نقول دائما أن حركة حماس ليس لديها مشروع وطني فلسطيني، ونطالبها بأن تتكيف وتنخرط في المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي قصة السلطة وشكل السلطة وجوهر السلطة موضوع له علاقة بكيف يفكر بأيديولوجية الإسلام السياسي وكيف يفكر بالنظر إلى النقطة الثالثة، وأن حركة حماس نشأت في الأصل كبديل لمنظمة التحرير، وهذا الوضع لم يتغير حتى الآن، لم يتغير رغم اتفاقات المصالحة، عمليا لم يتغير رغم اتفاقات المصالحة، وهي اتفاقات لن تسمح بإعادة دمج الكل الفلسطيني في إطار المنظمة. إذا الوضع على حاله بغض النظر عن أي ملاحظات. ما جرى في عام 2005 فتح شهيد حركة حماس بأن يشكل بديلا لسلطة أوسلو أيضا في مكان أتيحت له الظروف المناسبة لاستلام السلطة وتجسيد فكر حركة حماس في هذه الجغرافيا. 2005 خرجت قوات إسرائيل من القطاع غزي تم تفكيك المستوطنات، وأصبح الخطاب يقول بأنه نحن بعد تحت ضربات المقاومة حررنا قطاع غزة، وأكيد لا نقع في خطأ كبير بأن نعفي إسرائيل من مسؤوليات كدولة احتلال عن قطاع غزة، ولكن هذا الخطاب يؤسس لفكرة الماركسي ممكن يقول أنه يعني غزة ممكن تتحول لهانوي، والإسلام ممكن يقول أنه غزة ممكن أن تصبح مشروع إسلامي، مشروع الدولة الذي سيتوسع لاحقاً ويتابع وفق آليات عملية التحرير ولا المساومة ولا إلى آخره. ولذلك حركة حماس غيرت موقفها الذي كان رافضاً للانتخابات في عام 1996 إلى الانخراط في الانتخابات، لأنه من داخل النظام يمكن أن يتغير ويفرض وقع. على هذا الأساس حصل الانقلاب العسكري، هو انقلاب عسكري تمام، حصل الانقلاب ولم يمتد للضفة الغربية لأنه في ظرف الضفة الغربية أن تتمدد إلى هناك لكي يصبح في تغيير كلي في السلطة، يصير الموضوع عنده إشكالية كبيرة له علاقة بإسرائيل ومع إسرائيل والأمن وإلى ذلك. فالمشروع نفذ هنا في قطاع غزة، الظروف كانت مناسبة جدا لهذا تطبيق هذا المشروع، وأصبحت متوفرة لدى حركة حماس عناصر النظام السياسي الأساسي، يعني عندها أغلبية في المجلس التشريعي وعندها حكومة مقالة أو غير مقالة، ولكن هي حكومة مقالة بمعنى استمدت شرعيتها من قبل الانقلاب وظلت، وأنشأت أجهزة أمنية شرطية مدنية خالصة بنسبة 95% حمساوي. إذا صار المشروع مركب على التالي: حمسنة السلطة في قطاع غزة وأسلمة المجتمع. يعني هناك إدراك يعني صعوبة الانتقال من حال نظام سياسي معروف يعني بطبيعته الليبرالية إلى نظام إسلامي صعب. هذا كان لازم يمر بعملية متدرجة وبهدوء، ولذلك لن نعثر على اعترافات كثيرة، ولا أطلب من أحد أن لا أقيم وجهة نظري هنا على أساس نصوص صدرت التصريحات أو وثائق تقول أن حركة حماس أرادت أو أنها تقوم ببناء نظام إسلامي. هي قامت ببناء نظام إسلامي، نظام تستفرد فيه بالحكم وبدون أي شركاء. الآن طبعا تسأل سيقول لك عرضنا على الشعبية، عرضنا على الجهاد، عرضنا على الآخرين، ولكن مش هيك بتنبنى الشركات. ولما أصبحت الحكومة ربانية أصبح غير ممكن أن تجري انتخابات،
انت بدك تصوت على حكومه ربانيه راجل ربانيه، مساله صعبه. وبالتالي بدات طبيعه الحكومه او النظام الاسلاموي الحمساوي تتكرس يوم بعد الاخر. اللي عايش في غزه بيعرف ذلك، بس اللي مش عايش في غزه بدنا نقدم له شويه يعني عناوين، شويه عناوين. هذا البيروقراطي كله تقريبا، والان يجري الحديث عن 46,000 موظف، والجهاز الامني سيطره امنيه بنسبه عاليه جدا، وسيطره عسكريه بالمناسبه. يعني بقول قبل بضعه ايام يعني بعد الحرب قسام او الاجهزه فتحت الباب امام التجنيد، وصار في تدريبات مئات الاف من الشباب اللي قلت هذا بحقنا الجهاز يعمل هيك مثلا اذا حماس حركة مقاوم بس بيطلع للشعبية عند الكتابة بعد مصطفى أو للديمقراطية إنه كمان تعمل جيش شعبي تطلعش لحدا، لأنه يعني النظام هذه طبيعة النظام إقصائي للآخر لا يعرف الشراكة. في قطاع المنظمات المجتمع المدني أصبح قطاع المجتمع المدني لحركة حماس أضعاف المؤسسات المجتمع المدني الموجودة أصلاً. يعني في كثير منها اغلقت او صدرت او يعني تم تسويتها مع الارض وانشئت بدلها مؤسسات وقطاع مدني واسع جدا لدى حركة حماس. البلديات تحت سيطرة حركة حماس، يعني بأسوأ الحالات كانت هناك استعداد لقبول شراكة مع فتح مثلا في الأندية الاجتماعية الرياضية، يعني يا اما استبدال يا إما شراكة يا إما رقابة أو روح. هذا هو طبيعة النظام. إذن بالإضافة إلى ذلك دور المساجد كان دور سياسي، دور اجتماعي، دور إداري، دور أمني، وهذا الدور ما يزال قائم حتى الآن. يعني واحد من أركان إدارة الحكم في قطاع غزة هو دور المساجد، حتى في عملية إعادة الإعمار يعني جماعات الحركة في المساجد كانت تقوم بحصر الأضرار وإلى آخره، وأعتقد وزارة الأشغال اعتمدت جزئياً على ما، وكان له دور في هذا الموضوع ودور في عملية التوظيف ودور في عملية التثقيف والتوعية والرياضة والترفيه والبدائية. إذا نحن أمام طبعاً يرافق ذلك تواصل اجتماعات كتلة حماس في المجلس التشريعي وإصدار القوانين، إصدار القوانين والتشريعات والقرارات. والآن يعني هذا المجلس التشريعي للاجتماع ربما يكون هناك مبرر لأنه في تعطيل بعملية المصالحة. أنا ما بقولش أنا صح ولا غلط، وأنا بقول كل منهج غلط أصلا، مش إنه هذا الاجتماعات صح ولا غلط غلط، لأنه إذا كان الدكتور لحروب أو الدكتور أحمد يوسف بيطالب التغييرات جذرية من هالنوع حتى تتكيف حركة حماس مع الوضع الفلسطيني في ظل الأزمات القائمة والخسائر الضخمة التي يتكلفها الفلسطينيون، فالأحرى أن تقدم تنازلات من هذا النوع البسيط بلا من اجتماعات المجلس التشريعي اللي لكتلة ومتخذ قرارات وإلى آخره. يعني ليش يصير فيه تفجيرات؟ ليش يصير فيه توتر؟ يعني وانا لا في احد طبعا الطرفين مسؤولين عن هذا التداول في الوضع، ولكن يتطلب الحكمه تتطلب من احد انه لازم يتسامح، لازم يقبل على المزيد من الايجابيه. لما بندفع ثمنه اليوم راح ندفع ثمنه بكره، ولما ندفع ثمنه اليوم يعني بحدود معينه راح ندفع ثمنه اضعاف اذا اخرنا يعني عمليه التحول المطلوبة. طبعا يعني في الاقتصاد ما كانش في ملامح للنظام الاقتصادي، ولكن كنا امام اقتصاد منفلت، اقتصاد الانفاق، واقتصاد الانفاق عمل شغلة استنهض خلق مليونيريات جداد اصحاب رؤوس اموال جديدة، تجار رجال اعمال غير رجال اعمال واصحاب رؤوس الاموال التقليديين اللي قاعدوا على جنب ما لقوش لهم شغل بهالفترة، وبالتالي اصبحنا امام وضع اقتصادي ايضا مسيطر على مفاصله.
الإعلام أيضا يعني بمعنى عملية الأسلم للمجتمع والحمسة للمؤسسة كانت تسير ببطء ولكن بنجاح ومستمر كل الوقت. ربما كان هذا المحصل التي نصل لها اليوم واحدة من العقبات الكبيرة أمام إمكانية نجاح المصالحة. وما موضوع المصالحة وما كان هنا وما كان هناك وإلى آخره، يعني بطل موضوع فلسطيني فلسطيني، وربما البحث في مآلات هذا الوضع ستكون مرعبة بالنسبة للكل. ونحن هنا نتحدث يعني من خلال انتماء وطني حقيقي يرى حركة حماس وحركة فتح والفصائل الأخرى التي أرهقت الشعب الفلسطيني على أنها جزء من لحم ودم الشعب الفلسطيني، لا نريد أن نخسر منها قطرة دم واحدة. شكراً.